ايوه يا ابني، عامل ايه؟ ساند بوردنج اتزحلق على الرمل وكده يعني. طيب، مظبطها على النت دلوقتي. اوكي، يلا سلام. فين؟ وايه المكان ده؟ مفيش ناس هنا ولا ايه؟ لو سمحت، لو سمحت. يا ريس، بقول لك، واحنا فين؟ انت حضرتك مش من هنا؟ ايوه، يعني احنا فين؟ زي ما حضرتك شايف كده، احنا في اسطبل خيل. عبد الناصر، طب ثواني يا باشا بعد اذنك. بعدين بقى انا مش فاهم اي حاجه. تونس؟ لو سمحت. ايوه، هو ايه المكان ده؟ ده متحف الكاريكاتير. ايوه، يعني ايه متحف الكاريكاتير ده؟ ده متحف بنجمع فيه كل صور الكاريكاتير. تعالى معايا نفرجك. تعالى اتفضل. المكان ده اتبنى سنه 2008، بناه الاستاذ محمد عبله. استاذ محمد عبله ده فنان تشكيلي مصري كان مهتم جدا بجمع صور الكاريكاتير من كل حته. طيب، هو الاستاذ محمد عبله موجود؟ يعني اقدر اقابله؟ للاسف هو رجع مصر. بس انا ملاحظ ان في مصريين كتير قوي هنا. طبعا، لان زي ما انت شايف المكان بيتميز بالهدوء وجمال الطبيعه. بيجي لنا ناس من كل حته، فنانين ورجال اعمال زي الاستاذ عبد العزيز مخيون، ده ممثل، واستاذ عمر فاروق مهندس معماري في الاسلاميات، واستاذ مجدي سيدهم اللي بنى فندق ظلال النخيل. هقول لك، تعالى اوريك اوضه تاني، تعالى معايا. تعالى اتفضل. تعرف كمان متحف الكاريكاتير هو الوحيد في العالم العربي. ايه ده؟ انتوا عاملين كمان على 25 يناير وعارفين اخبارنا. طب انا قاعد بره، لو احتجت حاجه تعالى لي. شكرا لحضرتك. العفو.
ظلال النخيل بتاع مجدي سيدهم؟ وحضرتك استاذ مجدي مش كده؟ اهلا، صباح الخير. ايوه انا مجدي. اهلا وسهلا، اتفضل. او حضرتك مصري؟ اه. ليه، هو انا اول مصري تشوفه ولا ايه؟ يعني هو الطبيعي ان انا اشوف مصريين كتير هنا ولا ايه؟ صحيح انت هتشوف اجانب، لكن كلنا هنا مصريين في عزبة تونس. عزبة؟ اه عزبة. اه طيب، هي ليه تسمت تونس؟ تونس عشان الناس اللي جم في الاول من سنين طويله كانوا بدو جايين من المغرب العربي، مش عارفين اذا كانوا جايين من ليبيا ولا من تونس. في ناس بيقولوا عشان هي واحه صغيره خضراء فشبهوها كمان بتونس. ففي اقاويل كتيره جدا لغايه دلوقتي مش عارفين بالظبط ليه سموها عزبه تونس. حلوه اللوحه دي قوي، هي معموله فين؟ اه اللوحه دي، اللوحة دي معمولة في مدرسة الخزف اللي موجودة في عزبة تونس. انت عمرك ما شفت الخزف اللي موجود هنا؟ لا لسه ما شفتش الحقيقة. لا لا، لازم اوريه لك، تعال معايا. بس خليني اقول لك الاول، المكان هنا متخصص ومتميز. احنا هنا قدرنا نستعمل القباب والقبب والابوات، واستعملنا خصوصا الحجر اللي موجود في التراث بتاعنا، وعملنا كل ده خصوصا لما جينا هنا باشياء بسيطه، ما استعملناش اي دهانات، ولذلك هتلاقي المكان في تونس متميز جدا. وخليني اوري لك حاجه بيتميز بيها المكان. الصوره دي مع الصور الباقيه ليها دعوة بالرائدات الحركة النسائية المصرية، تمام؟ أنا هسيبك تتفرج على المكان وتروح تشوف بقية تونس والخزف، عشان أنا لازم أسافر. أشعر إن أنت في بيتك، تمام؟ وأنا هسيبك وأقول لك إن شاء الله أشوفك بخير. أوكي. شكراً. شكراً أستاذ مجدي، شرفت بمعرفتك. سلام. بعد إذن حضرتك، ما ينفعش تقطع الأستاذ إبراهيم وهو شغال. لا بس أنا كنت أسأله على شوية حاجات يعني. آه ممكن تسألني وأنا هجاوبك، أنا رندا مساعدة الأستاذ إبراهيم هنا في المكان. اتفضل حضرتك. هو الأستاذ إبراهيم هو المسؤول هنا؟ لا، ده مساعد مدام إيفلين هنا في المكان. أمال مين مدام إيفلين؟ مدام إيفلين دي واحدة سويسرية عاشت هنا بقالها 40 سنة وعملت مدرسة، وإحنا الطلبة بتاعتها هنا، وهي علمت أجيال قبلينا وتخرجوا وفتحوا ورش، وإحنا دلوقتي بنعلم أطفال، ودي المعروضات إحنا كنا بنشتغلها وشاركنا بها في مهرجانات قبل كده. ودي صورة اتصورناها مع مدام إيفلين قبل المهرجان وإحنا بنحضر له قبله ب20 يوم. والمهرجان ده بيتعمل كل سنة؟ اه بيتعمل كل سنة، وبيشارك فيه حاجات من برا القرية، ودي المعروضات كانت في المهرجان شاركنا بها في مهرجان السنة دي. صحيح انت لفيت تونس كلها؟ افتكر. طب في حفلة النهاردة هتحضرها؟ حفلة؟ حفلة ايه؟ حفلة كده شرقي هتتعمل على قعدة عربي، وهيتقدم فيها عروض وحاجات ان شاء الله هتعجبك. حلوة قوي. طب امتى الحفلة دي؟ هي شغالة دلوقتي. طيب اروح لها ازاي؟ يمين في شمال. طيب متشكر قوي. شكرا، مع السلامة يا استاذ.
الحفلة دي بتعمل كل يوم؟ لا كل أسبوع. احنا ليه دايما شايفين الصورة مقلوبة؟ هنا ناس قدروا يعملوا تغيير وحولوا الطين لفن والصحراء لمزار سياحي. تونس مكان مميز وليه هويته، مكان ليه حكاية وحكايته ليها تاريخ كبير، لأن التغيير قيمة جوانا بس ناقصنا الإيمان بيها. ايه ده؟ هو ده كان حلم ولا حقيقة؟ ايوه خالد، عندي ليكم مكان احسن 100 مره من الساند بوردينج. تونس، عزبه تونس.